مين السيناريست اللي عجب حضرتك، عجبك شغله السنة دي؟ محمد اسماعيل امين اللي عمل دور الرئيس. انا ما اتفرجتش لسه على كل الاعمال فمش قادر احدد يعني، انما انا بحب جدا اللي هو محمد ممدوح تايسون، كويس قوي قوي جدا يعني، بحب دايما اتفرج عليه. لكن انا مش قادر احكم يعني، مش قادر اقول السنه دي ان اللي عجبني قوي يعني. طبعا عجبني جدا ان ياسر جلال رجع تاني بالشكل ده وبقى بيشيل بطوله، وان شاء الله نتمنى له الاستمرار. لكن برضو انا ما تابعتش المسلسلات، مش قادر اتكلم عن حد بعينه يعني، وان كان في طبعا ناس كتير جدا كويسه السنه دي. مش رقم واحد لكن هي لفتت نظري جدا في عمل تاني. انا مش عايز اتكلم على كفر دلهاب هنا بقى، في لا تطفئ الشمس كانت مريم الخشت، دي وجه جديد عظيم يعني، اتمنى لها واتوقع لها يعني مستقبل باهر يعني. والله انا مؤمن بان اي ماده اعلاميه سواء خطبه لدعايه او مسلسل او برنامج لازم يحاول ان هو يشد انتباه المشاهد، يستحوذ عليه. لو فشل في كده هيفشل، لو نجح في كده يبقى الباقي سهل. ان انا اشد انتباه يعني احكي حكايه اللي بيسمعها يبقى عايز يعرف ايه اللي هيحصل، هو ده اهم حاجه. ايه اكتر عمل من اعمال حضرتك بتحبه وليه معزه شخصيه عند حضرتك؟ الصياد، لان انا ما كنتش متوقع نجاحه خالص يعني، كنت متاكد ان هو مش بس مش هينجح، لا انا كنت متاكد ان هو هيفشل فشل ذريع، وما كنتش متخيل ان هو هينجح بالطريقه دي. وكان كل يوم كنت بتفاجئ، كل يوم يعني، كل مع عرض حلقه اولانيه اتفاجئت، الثانيه الثالثه، كل لغايه اخر حلقه كان كل يوم بيبقى الرد الفعل مفاجئ بالنسبه لي. الصياد من الاعمال اللي انا لما بشوفها تاني بتبسط يعني، ما انزعجش من اي حاجه فيها ولا بتضايق من اي حاجه بتحصل فيها. فالصياد برضو كمان اشتغلته وعملت العمل ده بعد فتره، كنت وقفت سنه ما اشتغلتش فيها، وكنت حتى فكرت ان انا اسيب الشغل خالص، فلما رجعت بالشكل القوي جدا ده، كل دي ذكريات حلوه جدا مع هذا العمل بالذات يعني، بتخليني دايما بحبه يعني، وحابب الصياد تحديدا يعني. في حاجات كتير عملتها كانت كويسه، بكار، ولاد العم، كل هذه الاشياء حاجات حلوه جدا، لكن الصياد تحديدا له معزه خاصه عندي.